صباح الخير الناس الكل. صباح الخير يا شحويلك يا ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. امين يا ربي يعيشكم الناس الكل. ساعه اول حاجه نحب نشكركم على 50,000 مشترك، واليوم الوالده باش تعمل لنا الي ومتاعنا الزمني متاع قبل طريقتها هي، وان شاء الله تعجبكم. هكا باش نعمل لي حفله صغيره امي، خاطر قالت لي وصلت 50,000 انا قالت لي جانا نعمل لك لي يعيشكم الناس الكل وربي يخليكم على دعمكم ليا وعلى دعمكم للوالده زادة اللي ديما تشجعوا فيها وتكتبوا لها في تعليقات، وبارك الله فيكم الناس الكل. يعيشك يا اش باش طيب لنا اليوم؟ اليوم تاعنا التونسي. ايوا اش صمت على 5 كيسات. ايوا اش 5 كيسات كيلو فاني وهذا كيلو كاس كيس سكر محول. شوفوا الكيس يا اللي عندهم في الدار قيسوا بي، المهم قياس الكيس نختاروه 150 غرام ديما هو المناسب، خاطر يجي ناقص السكر شويه يجي باش خاطر له بتشحر باش نعملوا شحور خاطر به نحك حكوا هكا دخلوه بعض. انا خلطت 5 كيسين فرينا عليهم كيس سكر محول فانيليا سكر فانيليا زوز بكويت سكر فانيليا وزوز خميره زوز خمير شوفي حاجه سهله ديما الكيلو عليه زوز خميرة جاتو، حويجه سهله وحاجه ديري. اللي قال لك امي باش تعمل لي حفله اليوم يعيشك يا يعيشك نجاحي من نجاحك راهي ولد قناتك راهي يا ولدي ربي يهديهم يصلح حالهم، طالبه منهم يتعلموا يدعوا لي دعوة خير وبر يا ام يعيشك ان شاء الله يتعلموا يا امي والله صدقني يكتبوا لك ويعلموا وليداتهم وبناتهم يعلموهم القناعه ويعلموهم يلاه حاج الدار. ايوه مش برا نمشي من الشارع وكفتر وكول. شوف شنو نحطوا ززوه، الززوه هذيك نقولوا فنجان قهوه زيت زيت زيتونه حتى الطم هاني كبت كبت على روح حرم حرمت الدوم حرمتها تكبت استنى ما يسال برا بس خلطه امسح ما يسالش نبسبسو توا نبسبسو ولا شنو نعملوا الفارينه مع السكر والزيت. يعيشك يا هذه راهو سكر شحول حطينا زيد بنفس الكيس زوز كيسين سكر قداش باش نحطوا عليه يا كاس مية برمية كاس مية كهو باش نزيد شوية زيت ديما عينكم ميزانكم عبارة على كاس زيت راهي أمي بالعين تو نكتب لكم إن شاء الله المقادير في صندوق الوصف عمري مكيل أنا بالعوينة وتنجم تقدو كل شيء. سلم يديتك ومن بعد يا شوف شنو نحطوا باش نحطوا كل العظم عملنا 6 عظيمات اوكي موجودين 6 بيضات وتنجموا بالطبيعه تعملوا نصف الكميه مش لازم تعملوها الكل، اللي عندها عيله صغيره تعمل شويه يزي فيها البرك. وقيته هو توا اليو هاكا لهنا بدات تلم العجينه نزيدوا لها كل الحليب شويه بركه مش برشا هاكا ها طريف حليب نلبهم بها العجينه مش برشا نصب لك اني وري باش نصور غلبة عمري ما هو يلزمني نصورك
لهنا حطينا كزوز كيسين سكر عليهم كيس ماء اكاو هاونا حطيناه توا على النار تو كيف يذوب ويحضر نوريكم به العجينه نتاعنا ها هي حضرت كيما قاعدين تشاهدوا فيها ها رطبه نخليوها ترتاح شويه ومن بعد نستعملوها هنا في العجينه نتاعنا خليناها ترتاح شويه كهو اما امي توا مسحت الزيت مش بالفارين علاش يا باش ما تسببش هكا التعب وتقدم فيها ولي حرشه من فوق ولي حرشه قلت لكم تولي حرشه حطوا زيت في بلاصه الفارين بدا رطبه تنطبوها في الوسط انا حطينا الزيت يسخن هاني سهله هاني سهله البنات جربوها وكها نعملو في يدي تخريب وهولي واضحة ونقليهم على نار متوسطة منحرقوهمش عاد نقليهم على نار متوسطة نقصوا عليه هاي حطينا لهنا الزيت انا ديما قتلكم امي زيت يبدا عايم على حطينا قشرة العظم باش ما يعملناش هيك الكشكوش اي عبرك تنقص قلك اي هانا تو قلبناهم انا مسهلين هاي سيدي حطينا اليوم تاعنا في الشحور شحور حطينا له راهو مغرفة عطرشية في الاخر باهية وسقطروه بالكسكاس هكا هو زينوه بجلجين ولا بطري فلوز ولا اللي عندك في الدار واللي ما عندوش مش لازم يتاكل ما عنده وين يمشي ما نحبش السكر توا هو هذايا نكملو نزينوه ونوريهولكم كيف شكلو النهائي ويا وسلم يديك وربي يخليك لينا يا غالية يا سيدي كملنا اليوم تاعنا ومي انتي قصت لكم هكا كعيبه ترشوا جلجلين ولا لوز كما اللي عندكم في الدار ها سلمي يديتك يا وربي يخليك لينا يعيشك يا هيا هيا سلم عليهم هكا دعيوا الخير سلم عليهم وربي يعيشهم ويعطيهم الصحانة وانتي عقبه للمليون يا لله يا عقبه للمليون انا اخترتك من مليون يا اختي يعيشك يا ايه ان شاء الله ميتي فمك الربي اني وياك يا مو بعضنا عايش ميتي امي تبارك لي عملت لي يوم ال 50000 ويوم يمكن وصل ل 100000 اش تعمل لي بقلاوه ان شاء الله ما يسالش يا حسره ما شاء الله ما شاء الله يسلمي يديك ربي يخليك لينا ويعيشك نصبو كويسي عيا بي حسيلو عيا نقولو له بالسلامة يا باي باي نصبو يا نقولو له بالسلامة يعيشك يعيشك يا كم احليها محليها